ومن القدس المحتلة ينضم إلينا السيد كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم الأونروا بالضفة الغربية. سيد كاظم أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. من واقع مشاهداتكم والتقارير التي ترد إليكم، إذا كانت هناك وسيلة للتواصل مع طواقمكم هناك في غزة، يعني ما أبرز ما رصدتموه في ظل هذا الواقع الأليم إنسانيا الذي يعيشه فلسطيني القطاع؟ مساء الخير وطبعا شكرا للاستضافة. الحقيقة كل ما يردنا من ملائنا في غزة على قلته طبعا بحكم انقطاع الاتصالات أو تعثرها، أن الأمور يعني تتجه من سيء إلى أسوأ. عدد النازحين لا يزال في ارتفاع، حتى الآن سجلنا 230 أو أكثر ألف نازح موجود في مرافقنا في كافة أنحاء قطاع غزة، وعددها 154. كل مرفق من هذه المرافق يستوعب 4 إلى 9 أو حتى 10 أضعاف طاقته الاستيعابية في الوضع الطبيعي. بدأنا نرصد ارتفاع ملحوظ أيضا بين النازحين في عدد حالات الأمراض الحادة التي تصيب الجهاز التنفسي، وهذا طبعا مرد إلى الاكتظاظ وتبادل الأنفاس. هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات صاحبة الأمراض الجلدية. هناك ارتفاع ملحوظ في حالات الإسهال التي تصيب الأطفال تحديدا، يعني وتحديدا منهم دون الخامسة. 600 إنسان يشتركوا في حمام واحد بغرض الاستحمام إذا توفرت المياه. طابور طويل وانتظار لساعة وساعة ونصف من دون مبالغة حتى يتسنى للمرء استخدام دورة المياه. مياه للشرب تكاد تكون شبه منعدمة إلا ما ندر. وقود لا يدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي تحلية المياه مثلا لا تعمل. طيب اسمح لي في هذه النقطة تحديدا سيد كاظم، في مسألة الوقود اليوم دخل 150 ألف من اللترات طبعا من الوقود عبر معبر رفح، والأخبار تشير إلى موافقة حكومة الحرب الإسرائيلية على إدخال شاحنتين من الوقود يوميا للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. ما الذي يلبيه هذا العدد وهذه الكمية المحدودة من الوقود بالنسبة لجهود الأونروا في قطاع غزة؟ يعني أنا بكل صدق وأمانة وصراحة أطالع وأتابع الأخبار أول بأول. قرأت عن موافقة كابينت الحرب على مسألة شاحنتين من الوقود. حتى الآن رسمي لدينا في وكالة الغوث لا يوجد تفاصيل الحقيقة، ولكن مما قرأت وطالعت أؤكد بأن هذه الكمية التي سمح بها هي لا تكفي، ولا هي حتى تصل لمستوى نقول عنه فيها أنها يعني نقطة في بحر. نحن وحدنا في وكالة الغوث فقط في الأمر ونحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود، يعني لنقدم المستوى الأدنى من خدماتنا في قطاع غزة يوميا. 160 ألف لتر من الوقود يوميا تحتاجه الأونروا في قطاع غزة من أجل تقديم الخدمات. نعم، نحتاج 160 ألف لتر من الوقود كل يوم لنقدم خدماتنا. مؤسسة الأونروا هي أكبر مؤسسة عاملة في قطاع غزة، هي لدينا 13 ألف من العاملين، ولدينا مئات المركبات، ولدينا مئات المرافق، فنحتاج إلى هذه الكمية بالحد الأدنى. فما بالك عن مستشفيات وسيارات إسعاف ومحطات تحقيق مياه ومحطات مياه وصرف صحي ومضخات لسحب المياه، ويعني القائمة تطول، ومخابز ومولدات كهرباء لشركات الاتصالات. كل هذا يحتاج إلى الوقود الذي أصبح للأسف هو سلاح بل رئيسي في الحرب، هو والمياه، يعني شأنه وأهميته أصبحت شأن الدواء وشأن الغذاء. فهذه الكمية أنا بصدق ليس لدي التفاصيل، ليس بعد، ولكنها إن صحت فهي لا تكفي. ثم لا ندري على أي شرط تدخل، وأنا أتحدث عن الشروط، والأصل أن لا تكون مشروطة بشيء، ولكن بحكم تجربة يعني قبل 3 أيام وافق الجانب الإسرائيلي على إدخال 23 ألف لتر فقط من الوقود لنا في وكالة الغوث، واشترط علينا أن نستخدمها حصرا في ملء شاحناتنا التي تذهب إلى معبر رفح لاستجلاب المساعدات. يعني لو أردنا أن نقدمها إلى إحدى مراكزنا الصحية على سبيل المثال، لا، ممنوع علينا. لو أردنا أن نقدمها إلى محطة تحلية مياه حتى يشرب الناس الماء الصحي أيضا ممنوع. فهذه مسائل الحقيقة تثير الكثير من التساؤلات عن مسألة الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني.
يعني لها أحكامها التي أجمعت عليها الأمم. طيب سيد كاظم، هذا سيقودنا إلى الصعوبات التي تواجههم في استلام المساعدات الإنسانية التي تصل إليكم من خلال معبر رفح الحدودي. المساعدات متكدسة، المعبر مفتوح، الإدارة المصرية جاهزة للذهاب إلى الجانب الآخر لتسليمها إليكم، ولكن أنتم تواجهون صعوبات أحيانا تعيقكم عن استلام هذه المساعدات، ولا يوجد هناك دورية يومية لاستلام هذه المساعدات. يعني هذا صحيح. أولا وقبل كل شيء، الحقيقة أنه يجب أن نشكر جمهورية مصر العربية، لنكون منصفين، يعني معبر رفح هو ليس بالأساس معبر تجاري، هو معبر للمسافرين، ومع ذلك طبعا لا تتأخر مصر أبدا عن المساعدة. المعبر التجاري الذي صمم ليكون معبرا تجاريا هو معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي، والذي لا يزال مغلق منذ السابع من الشهر الماضي. لذلك هذا قد يفسر إذن حجم المساعدات والشاحنات التي تدخل بأنه حجم قليل. يعني في قبل الحرب في 2000 في السابع من الشهر الماضي كان يدخل إلى قطاع غزة 500 شاحنة محملة بالمساعدات كل يوم. الآن نحن في اليوم 42 للحرب، لم نصل بعد إلى سقف 3 أيام من المساعدات، يعني إلى هذا الحد حجم الفجوة في الاحتياج، بينما بالاحتياج مقابل ما يدخل من مساعدات، ثم آلية دخول المساعدات وفرض التفتيش، ثم وصولها نحن لنا في وكالة الغوث، ثم لتزيد الطين بلة قضية الوقود. وأعلننا، يعني كنا قد أعلننا قبل 3 أيام عن أننا نتجه بالفعل إلى وقف عملياتنا، ومن بعدها جاء القرار بإعطائنا 23 ألف لتر. نعم، استخدمناها ليومين، ثم ماذا؟ فالمسألة إذن أننا نراوح في مكاننا، هي حلقة مفرغة يستخدم فيها كل شيء ضد المدنيين في قطاع غزة، وعلى رأس الوقود والدواء والماء وغير ذلك من المساعدات، حتى أن الخبز أصبح يعني حلم للبعض. طيب، في مسألة الوقود فقط أؤكد وأنوه وأشير إلى أن 150 ألف لتر من الوقود دخلوا بالفعل اليوم إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري كما أفاد مراسلنا قبل سويعات في صباح هذا اليوم. ما هي الأولويات ربما التي يمكن استخدامها في قطاع أو يمكن استخدامها في قطاع غزة فيما يتعلق بالوقود؟ هل المستشفيات، هل السيارات التابعة للأونروا سوف تكون أولوية من ضمن أولويات متعددة لإدخال الوقود أو لاستخدام هذا الوقود، بالإضافة ربما إلى محطات المياه، محطات الصرف الصحي اللازمة لمنع تفشي الأمراض والأوبئة في قطاع غزة؟ يعني بكل تأكيد المستشفيات طبعا ومحطات تحلية المياه، هذه مهمة جدا من جهة لمعالجة المرضى الذين على ما أفاد بعض الأطباء على قنوات إخبارية بدأت تخرج من أجسادهم الدود، وأيضا كذلك لمحطات تحلية المياه ولمضخات سحب المياه من الآبار الجوفية وهكذا. فمسألة الوقود إذن مهمة لهذا الجانب، مهمة هي لنا أيضا نحن في وكالة الغوث حتى نتمكن من تحريك مركباتنا، نعم، هي لسيارات الإسعاف حتى تجلب المزيد من الجرحى إلى المستشفيات، مهمة لشركات الاتصالات حتى نتمكن تحقيق مساعداتنا. يعني ماذا استفدنا نحن من الوقود إذا لم نكن على تواصل مع السائقين الذين ينقلون الوقود؟ هذه مشكلة أو هذه معضلة رئيسية من بين مشاكل كثيرة وتحديات كثيرة في قطاع غزة بالنسبة للعمل الإنساني ومساعدة السكان المدنيين. على أي حال، شكرا جزيلا السيد كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم الأونروا في الضفة الغربية، كنت معنا من القدس المحتلة.